اتطلقت يوم صباحيتي بسبب اللي جوزي طلب مني اعمله يوم دخلتي، وانا مرضتش ان انا اعمله. قلت له استحالة ان انا اعمل اللي انت بتطلبه مني ده وانفذه ابدا. قال لي ليه يعني، هو انت مش واثقة فيا؟ قلت له لا، واثقة فيك وكل حاجة، بس الطلب اللي انت بتطلبه مني ده استحالة ان انا هوافق بيه، ولو هتكبر الموضوع كبره زي ما انت ما عايز. جاي يوم الدخلة خاصمني ومرضيش يكلمني كده خالص، ونام في اوضة بعيد عني. صبحنا يوم الصباحية الصبح بيقول له اه شاورتي نفسك برضو؟ جيت قلت له شاورتي نفسي وانا عارفة نفسي ان انا مش هوافق على حاجة زي كده، واستحالة ان انا هوافق عليها. بالله عليكم هحكي لكم كده وانتوا تقولوا لي اعمل ايه، لان انا لحد الان انا محتارة مش عارفة اذا كنت انا غلطت او لا. اللي طلبوا بقى مني ان انا عايزني امضي كده تنازل عن حاجتي كده كلها، عفش وقايمة وكل ما املك، ان انا ابقى متنازلة عنه ويبقى كده خلاص عايشة معاه زي ما انا عايشة. قلت له في الاخر بقى لو حصل معاك كده اي مشكلة لا قدر الله وطلعت كده رحت بيت اهلي، اطلع من المول كده بلا حمص زي ما بيقولوا، جه قال لي يبقى انت كده مش واثقة فيا، وانا رفضت، فعشان كده